إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أوصيكم أيها الإخوة الكرام ونفسي بوصية الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك، اللهم اجعلنا من الفائزين بطاعتك، اللهم اجعلنا من الفائزين بجناتك، اللهم اجعلنا من الفائزين برؤية وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، لقد اختص الله عز وجل أمة الإسلام في الدنيا بخصائص عظيمة ومزايا كثيرة، ومن هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى جعلها خير الأمم وأكرم الأمم عند الله عز وجل وأكرم الأمم على الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لنا خيرية أمة النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال مجاهد رحمه الله: قال كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط، أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأنفع الناس للناس. قال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا خيرية أمته وإكرام الله عز وجل لها، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الخيرية لهذه الأمة لقيامها بأوامر الله جل وعلا، واستقامتها على تعاليم الله، والتزامها بشريعة ربها سبحانه وتعالى. ومما اختص الله عز وجل به أمة الإسلام أن الله جل وعلا جعل صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض لنا كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء. هذه الحديث التي تبين، أو هذا الحديث الذي يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرية هذه الأمة لقيامها بأمر الصلاة، ولتعظيمها من شأن الصلاة، ولحرصها على الصلاة ولأدائها الصلاة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مكانة الصلاة في الدين وأهمية الصلاة للمسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال مؤكدا عليه أفضل الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، أي خير ما افترضه الله عز وجل
على العباد. والفاروق رضي الله عنه قال: الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والشاعر محمد إقبال يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. ومن خصائص أمة الإسلام أن الله جل وعلا اختصها بأكمل دين وأتم شريعة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بيّن لنا مكانة كتاب الله جل وعلا في الأمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وأنهما الضمان للهداية والاستقامة على أمر الله جل وعلا في كل زمان ومكان. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يلتزمون بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال قتادة رحمه الله أن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض، أي أن الله جل وعلا جعل في قلوب المسلمين وفي قلوب المؤمنين رحمة ورأفة ورقة ولينا في قلوبهم لبعضهم البعض. وقال جل وعلا: أذلة على المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: هذه من صفات المؤمنين الكمل، أي الذين يتواضعون لإخوانهم ويلينوا بين يدي إخوانهم. هذه الصفات العظيمة وهذه الخصائص العظيمة يجملها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا صورة المجتمع المنشود الذي يريده الله جل وعلا لنا، ويريده نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية التراحم والتعاطف والتآخي والمحبة والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع حتى يسود الود والمحبة وحتى تتنزل الخيرات والبركات من الله جل وعلا رب الأرض والسماوات على العباد لالتزامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم واجعلنا من الشاكرين. اللهم وفق أمير البلاد ولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد.
اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم وبارك لنا فيه، اللهم واجعلنا من الصائمين القائمين الركع السجود الذين يحتسبون الأجر والثواب منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عزًا للإسلام والمسلمين، وذلًا للشرك والمشركين، وهلاكًا لأعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك لطفك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينًا وناصرًا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وصنع أعراضهم واحقن دماءهم، اللهم اجعل فرجهم عاجلا، اللهم اجعل فرجهم عاجلا، اللهم اجعل فرجهم عاجلا. اللهم وفق الأبناء والبنات في الامتحانات يا رب العالمين، اللهم اجعل النجاح حليفهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وموت المسلمين، اللهم اجعلهم من المنعمين في قبورهم، اللهم أنس وحشتهم وارحم غربتهم واسع مدخلهم وأكرم نزولهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم إنا نسألك شفاء لمرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك شفاء لمرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك شفاء لمرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.